للعام الثاني على التوالي وطلاب مرحلة الثانوية العامة والأساسية في المناطق المحررة يبدأون اختباراتهم النهائية بشكل منفصل. فمن بين أكثر من 500 ألف طالب وطالبة من المتقدمين للاختبارات في عموم الجمهورية لهذا العام، كان للمناطق المحررة خمس المتقدمين موزعين على 767 مركزا امتحانيا في 10 محافظات جميعها من المحافظات الجنوبية. 50,000 منهم هم طلاب المرحلة الثانوية بدأوا الاختبارات في ظل انقسام واضح بين وزارة التربية التي تديرها الحكومة والوزارة الخاضعة لسيطرة الميليشيا في العاصمة صنعاء، والتي أعلنت نهاية الشهر الجاري موعدا للامتحانات. يبدو أن قرار الحكومة الشرعية ببدء الاختبارات في هذا الموعد جاء كإثبات منها لتواجدها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، رغم المعوقات التي واجهتها اللجنة العليا للاختبارات كونها لم تتجاوز عامها الثاني في العاصمة المؤقتة عدن، ونظرا لانطلاقها من نقطة الصفر، وكون الانقلابيين أيضا يحتجزون الميزانية المخصصة للاختبارات في البنك المركزي بصنعاء. لا يخلو أي عمل من صعوبات وعراقيل ومعوقات، ولا أهم هذه المعوقات أننا بدأنا من الصفر في الكنترول اللجنة العليا للاختبارات في العاصمة السياسية المؤقتة عدن. بدأنا من الصفر، لا يوجد ريال واحد، لم يعتمد لنا أي اعتمادات. الحكومة الشرعية محاصرة ومحرومة من الإيرادات، والحكومة الإنقلابية تحتجز وترفض تحويل مستحقات الطلاب في المحافظات المحررة. ليست المشكلة فقط في اختلاف توقيت الطرفين حول موعد انطلاق الاختبارات، فآلية حساب درجات المعدل للشهادة العامة هذا العام بالنسبة للحكومة الشرعية ستكون هي الأخرى مختلفة عن السابق، حيث سيتم اعتماد آلية المعدل التراكمي. الأسلوب الجديد أو الآلية الجديدة التي استخدمناها هذا العام، وهي المعدل التراكمي 50% للطلاب الأول من نتائج الطالب في أول ثانوي وثاني ثانوي، و 50% للاختبار الوزاري. ما بين انقسام المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا حول هذه الاختبارات، يظل الطالب هو العالق كالكرة بين مضربين،